السلام عليكم. بداية طلبوني بعض الإخوان اللي يعني سواء حامل الشهادة أو الدبلومات تلقاو مشكل في طريقة الولوج باش يعني نخرطوا في المبادرة اللي تتحطها وزارة الصحة، وهي اللي الطريقة يعني سهلة، ربما خصها غير شوية ديال التركيز. أول حاجة الواجهة ديال يعني ديال الموقع وزارة الصحة كما تشوفوا، هو هذا من تندخلوا يعني الموقع تلقوا يعني عدة ديال المعلومات. أول حاجة كاينين يعني إعلانات، كاين يعني إحصائيات ديال وزارة الصحة، كاين عدة كل ما تتعلق بوزارة الصحة كاين موجود تما. فين تكون الإشكال هو أننا أول حاجة خصنا ننزلوا الأسفل تحت يعني في الصفحة، وهنا تلقاو هنا اختيارات ديال رونديفو او للريكروتمو او لا يعني كاع لي سيكتور بريفي. هنا خصنا ما علينا الا ننتبهوا لديك يعني خانة حمراء ونمشيو للريكروتمو ديال الكونكور. هذا الريكروتمو ديال الكونكور كاين يمكنك دير نسخة عربية، ولكن النسخة العربية لقاو مشكلة انتما كما تشوفوا، انك ملي تترجع الصفحة النسخة العربية اننا من غير بغو ندخل يعني الصفحة ديال المباريات القوا واحد المشكل انها ما غاداش تعطينا الصفحة اللي بالعربية، دونك ما تيديرش واحد التراديكسيو تما لو سيت، وغادي يلقاو مشكل يقول لك يتعطر كذا كذا. هي كتجربة هنا غنمشيو لهذيك البوابة ديال التوظيف اللي هي شفنا قبيلة قبل، هي الريكروتمون او لي كونكور. من غنكليكيو عليها وغادي تدينا الواجهة الثانية يعني الصفحة الثانية، غادي نلقاو مشكل. علاش؟ لأنه ما تيدعمش اللغة العربية في الواجهة ديال لي كونغ، ديزولي هنا ما يعطيناش، لذلك خصنا نرجعو ونغيرو يعني الواجهة ديال لو سيت باللغة الفرنسية. حقاش؟ لان من تعطينا هذه الواجهه الثانيه ديال المباريات فيها يعني عده اعلانات او لي كونكور اللي طالباهم وزاره الصحه، يعني تما غادي نسجلوا يعني جميع المعلومات. هانتوما كما تشوفوا نرجعوها يعني باللغه الفرنسيه باش يعني يعطينا الصفحه التاليه. دونك هنا تما في تغيروا اللغه. اما بخصوص انك نتو غير تشوفوا تطلعوا على الموقع، ماشي مشكل انكم تغيروا اللغه. دونك غادي ننزلوا لتحت الاسفل اللي هي عديد من انهم ما يشوفوهاش، الريكريت مورايا او لا ريكريت مو كونكور. هنا معنينا الا الضغط، من بعد ما ضغطنا وغيرنا بالفرنسي عطاتنا هذه الواجهه. هذه الواجهه تشمل جميع المباريات يعني اللي اعلنت عليها وزاره الصحه، من بينها يعني القرار ديال المباراة، كاين النتائج ديال الناس اللي نجحوا، النتائج ديال المباراة، كاين الإعلان يعني الإعلان ديال المباراة، يعني جميع المباريات هنا. يعني ما عليك إلا طلع. مثلا أنا دخلت غير لهاد المباراة هذه، بغيت نشوف يعني شنو تيطلبوا القرار ديال يعني الإعلان، شنو طالب، وفين مراكز وفين كذا وفين هذه. ما علينا الا نضغطوا على هذاك البي دي اف اللي فيه اعلان، وهو غادي يعطينا جميع المعلومات. يمكن لك دير له تحميل وتامبريمي يعني من المديريه الجهويه اللي تابعه بحال دابا المديريه الجهويه في مكناس، يعني هما ولاو تيديروا مباريات على حسب المديريات، يعني فيه كاين الخصاص. من بعد هنا تتقرا يعني جميع المعلومات اللي طالبين على ديك المباراه، سين الشروط يعني الشروط كتابي كيفاش غادي يدوز، يعني الملف ممن تيتكون، يعني شنو ما يعني المراكز فين غادي يدوز الكونكور يعني المباراة. كل شيء غادي تلقاه في هذاك الإعلان اللي غادي تضغط عليه ديال هذيك المباراة اللي بغيتي. هنا النقطة الثانية اللي غادي نوضحها هي أن المباريات الجديدة راه يعني هنا تشوفوا لادات منين تبدأ ومنين تنتهي. دونك خصك ديما تلاحظ هنا كما تلاحظوا يعني هاد التواريخ هادو، يعني هنايا في الريزلتا ما كاينش الريزلتا لان مازال ما عندناش على الريزلتا،
ولكن حنا غنمشيو للمباريات اللي جديده، اللي هذوك لي تكنيسيان اللي تقنيين درجه الثامنه والتاسعه، هذو اللوائح ديال الناس اللي يتم الاستدعاء ديالهم باش يدوزوا المباراه. هادو بعض غير امثله ولكن ماشي هما يعني المباريات اللي غادي نهضروا عليهم. كذلك هنايا مالك الى الضغط في ديك البي دي اف، هادو يعني مباراه ديال لي كادر ديال الاطباء وكذا. حنا غنمشيو للتقنيين، غتنزلو لتحت يعني تقلبوا كاين عده مباريات، ها هي كما تشوفوا لي ليست ديالهم، ها هما اللوائح اللي محطوطين هنا فيهم الاسماء. ايوا هنا غادي، هنا الكالوندري ديال المباراه، الكالوندري ديال المباريات هنا ما كاينش، بقى ما داروش واحد الكالوندري لان مع الظروف الوبائيه وهذه ما بقاوش تنزلوا لي كالوندري شنو غادي يكون، شنو غادي يكون مستقبلا. هنا بالنسبه للمباريات اللي يعني اللي جديده غادي نزلوا لتحت، هنا الاعلان ديال المباراه هما تشوفوا ديما، لاحظوا التاريخ وشوفوا الإعلان اللي هنايا الشروط وشحال طالبين في كل تخصص والأطر اللي طالبينها. قبل خصك تريشارجي وشوف واش تتوفر على ذوك الشروط أو لا. بالنسبة لهنايا هاد هما المباريات ديال الأدميستراتيف، هما كاينين مباريات هنا ما عليك إلا تدخل وتسجل في الموقع وتحمل يعني الدبلومات يعني الشواهد اللي عندك وتنزلها تما على شكل بي دي اف تسكانيها. هذا هو اللي كاين هنا بالنسبة للفورميلا اللي هنايا اللي طالبين لك، حتى تلقى في الإعلان تيقول لك دخل حمل الفورميلا هنايا ما عليك هنا تختار يعني الكراد اللي غادي تدوز، هما عدة يعني رتاب هنايا ديال المباريات، مباريات هنا لي تكنيسيان، لي تكنيسيان هنايا تخوازيم جروب تتكليكي دونك هنايا تتعمر المعلومات، لا رقم البطاقة الوطنية، الاسم ديالك، يعني كاع المعلومات يعني التخصص، المستوى ديالك، كل شيء هنايا تيتخزن مع الطريقة اللي يعني ولات يعني هي الحديثة، يعني ماشي تصيفط يعني مع نتيجة الظروف هذه كما قلت لكم. وتما في الجهه الاخرى تديبوزي هنا الدوسي، هنايا تعطيك دير لاكارت اللي ديجا انك سجلت به ودات دو نيسونس، ومن بعد تتحمل هذوك الدبلومات او هذوك الشواهد او اللي طالبين. ويمكن لك تختار ماشي غير مباراه واحده، تختار عده مباريات ودير نفس العمليه اللي درتيها في هذاك الكادر، يعني المباراة الأولى اللي اختاريتيها نفس العملية اليوم كاملين. دونك الناس تمشي وحدة تلو الأخرى، ومن بعد يعني الدوسيرة كما قال لكم هنايا تطلبوا الدبلومات يعني، وحتى بالنسبة للناس يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة تيجيبوا واحد الشهادة كذلك وتيحملوها يعني وتيسكانيوها وتيديروا لها التحميل في يعني الموقع ديال وزارة الصحة يعني فهاد المديرية هذه. هنايا من الأحسن أن متسكاني وتكون الصورة واضحة وتكون يعني بالمقياس اللي طالبين هما. هنا هانتوما كما تشوفوا عدة مباريات، ما علينا غير أننا نصفحوا ونختاروا المباراة اللي جاتو في الشروط ديالها عندنا، ويعني ورسلوا يعني ليهم هذا الملف. هذا بالنسبة للناس اللي طلبوني على هذا الموقع ديال مباريات وزارة الصحة. تنتمنى أنني نكون يعني شرحت لكم بواحد الطريقة اللي مبسطة، لأن إنسان ما كانش عنده واحد الدراية بطبيعة الحال تيجي هذا الشيء صعيب. تنتمنى لا كان شي استفسار ولا هذه تخليه لي في التعليق، وتنتمنى انكم ما تنسوناش بالتعليق، وهذا التعليق وهاد يعني الاشتراكات ما هي الا تشجيع لنا اننا نزيدو نستمروا ديما نبحثوا على الجديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.